اهلا بكم مشاهدينا. اهلا نرجس. اهلا وسهلا، مساء الخير، اهلا فيكم في هذا البث المباشر ما قبيل افتتاح او الحفله. يعني قبل ما تبدا الحفله احنا ان شاء الله بنكون معاكم، ولا تغيروا ام بي سي 1، راح تبث الحفله على ام بي سي 1 وراح تشوفوها مباشره. احنا موجودين في مسرح محمد عبده لليله البرنس والعمالقه حقيقي. مشاهدينا، نحن ننقل لكم هذه الاجواء على الهواء مباشره من هنا من مسرح محمد عبده كما قالت نرجس، ضمن فعاليات موسم الرياض حفله ليله البرنس والعمالقه. هذه الحفلة المنتظرة التي سيغني فيها البرنس ماجد المهندس أعذب الأغاني وأحلى الأغاني. من المتوقع أنه راح نسمع كثير من الأغاني اللي عشقناها يا نرجس وحبناها من ماجد المهندس. أكيد تفاصيل راح تصير في هذه الحفلة بشكل استثنائي. دائما حفلات البرنس ماجد المهندس مختلفة نوعا ما، ولكن اليوم مختلفة بشكل أكبر ومتنوعة. راح يغني فيها أغاني من جميع الوطن العربي، راح يغني سعودي وخليجي، وراح يغني عراقي، راح يغني أكثر من أغنية من كل الوطن العربي. صحيح. خلف الفرقة الموسيقية جاهزة، وايضا الاستعراضات الفنيه من هي عالميه، فجت بس عشان جمهور الرياض. يا سلام عليك نرجس، تصدقين انت قاعد تقولين كلام مره رهيب، انه اليوم هم هيئه الترفيه قالوا لنا ليله البرنس والعمالقه، فقلت انا مين وش بيسوي؟ اتوقع بانه سيغني لعدد من العمالقه 100%. انت مثلي؟ أنا أحس بنفس ال أكيد. يعني إذا احنا من المتوقع اليوم نشاهد ماجد المهندس مثل ما تفضلتي بأكثر من لون، أغنية وأكثر من لون. 100%. وش الأغاني اللي في بالك ودك تسمعينها للبرنس؟ تخيل في أغنية جديدة خرافية، ولما يغنيها على المسرح هي من العام، بس لما يغنيها على المسرح تكون لها صدى مختلف تماماً. أيه؟ اسمها لو سأل كثير الناس عني. الله، مرة الله حلوة. الله عليك. أنت وش تبغى أغنية وش تتوقع يغني؟ تصدقين هذا أصعب سؤال لأسباب. أيه؟ أيه؟ انه ماجد وحنية ماجد واغانيه الرهيبة والجميلة والرائعة تخليك تحتار، وسألت على فكرة الجمهور. ايه، قلت وش ودكم تسمعون؟ سو استطلع رأي. أيه؟ قبل الدخول الهواء مباشرة سألنا الناس وش ودكم تسمعون؟ نرجس شوي اسمع عبرت الشط، شوي اسمع على مودك انت وبس، شوي اسمع كثير من الاغاني العراقية اللي أداها ماجد المهندس ببراعة. وفي اغاني شاركوني كثير رغبتي صراحة أني أسمعها اليوم، فاليوم لا، موعودين بحفلة مختلفة ومميزة صراحة. ماجد المهندس دائما يحرك الأحاسيس إلى الحب. نعم، محب جدا، يعني يخليك توصل إلى مرحلة من الحب تقول صدق أنا أحب بهذه الدرجة، لأن دائما أغنياته كلماته تتحدث عن الحب، وهو فنان الغناء الرومانسي صراحة. صحيح. أيه. صحيح نرجس. اليوم خلينا نقول لمشاهدينا أنه هذه الفعالية وهذه الحفلة وهذه الليلة هي تأتي امتداد لما تقدمه هيئة الترفيه من مناسبات ومن فعاليات كبيرة جدا ومن أحداث لا تنسى، تبقى في ذاكرة كل من يزور هذا المكان، سواء أحداث ترفيهية أو أحداث ينرجس رياضية أو حتى حفلات غنائية، أو مثل ما قلنا دائما أنه فقط مجرد زيارتك لهذه المواقع الزونات اللي في موسم الرياض أنت ستنعم بتجربة لا مثيل لها. أصلا حتى الحفلة الموسيقية خلف تكون فيها لقطات فنية مختلفة، فيها رقصات، فيها أشياء تتخلل دائما الحفلة الموسيقية، فيعني الحفلة بحد ذاتها هي فعالية. صحيح. يعني نفس. أنت تجي في ليلة لا تنسى مع أحبائك وقربائك ومع الناس اللي أنت تفضلهم، فبتعيش أجواء مختلفة، أجواء مليئة بالأغاني والأحاسيس، فالمكان رائع، التنظيم رائع. دافئة؟ دافئة جدا. إحنا بردانين بس أكيد ماجد صوته بالضبط، صوته حيدفينا فعلا، حيضفي جانب من الأجواء. خلينا نقول نرجس اللي إحنا تعودناها في موسم الرياض 100%. وأنا لا أخفي إعجابي بهذا المسرح العملاق، مسرح محمد عبده، وبالتنظيم الرائع. اليوم هناك تنظيم إعلامي كبير جدا، وسائل الإعلام ربما أيضا الحفلة يعني نرجس قربت أنها تبدأ. صحيح. هي لحظات، ويعتلي ماجد المهندس البرنس خشبة المسرح. طبعا البرنس ستايلاته مختلفة، فإن شاء الله أكيد بنشوف اليوم يتألق ويتجلى بشكل مرة رائع. صحيح. فإحنا مبسوطين إن إحنا قدمنا الحفلة خلف. نعم. وإن شاء الله يكون المشاهدين راح يستمتعوا أكيد على MBC 1. جهزوا أوضاعكم وشوفوا الحفلة بإذن الله.